السلام عليكم. بنى بيته طوبة طوبة، وحين وصل الحوثيون نخلوه بالقذائف والرصاص حتى لم يعد صالحا للسكن، وهو حال بيوت كثيرة إلى جواره. قصفها الحوثيون بالصواريخ والقذائف وجعلوها أطلالا في حي جبل جرة بمدينة تعز. نزح إلى بيت أخيه ولم يسلم من تبعات الحرب، فقد صار قريبا من مترس قناص اختار قنص طفلته إلى جواره. قصة الحاج قاسم مرشد وطفلته المصابة هنادي في الفيلم التالي، نشاهد ثم نعود. هذه بنت قوي قناصة، قناصة هنا بباب قعبة قناصة، من حق قناصة ديني عاد عرضي، ولا نقدر نداوي ولا نقدر نعمل لها أي حل. أسعفني إلى مستشفى الروضة، عملوا له عملية، رفعوا له العظم الضاغط على العمود الفقري، ما زالت الطلقة إنه بداخله، فلنا سنتين وإحنا نعاني من الطلقة بالعمود الفقري والحبل الشوكي، فهي الآن عاجزة عن الحركة، فالآن أدي له إلى قصر في الرجل حقه وتورم في الصدر. طبعا هذه تعتبر حالة الأخ قاسمي، طبعا حالة من الحالات ومن النكبات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي. البيت حقي مدقوق من دور لدور، انا هذا الحين هذه ببيت واحد ثاني، مش بالبيت نفسني حقي حق اخي، اما البيت حقي مدقوق من دور لدور. دمرت الميليشيا في الحارات ومن البيوت واسر، وشردت كثير من الاسر، وطبعا كان لهذه المنطقه في جبل قراه طبعا الجزء، اعتقد الجزء الاكبر من القذائف ومن التشريد ومن الارهاب ومن الناس النازحين من هذه المنطقه. الحال ما يعلمه الا الله. شقوك وعاد انا جاهل وانا اجمع اجل استر نفسي. طيب احنا ايش اللي احنا داخله، ايش هو هذا بالضبط؟ هذه بيتك تدمرت تماما؟ هذه بيتي اتدمرها من دور الى دور، اتدمر نهائي. اول صواريخ هوزر، وبعده مضاد طيران، وكله موجود بينه، وقذائف مواجد، كله حاجة بائنة. طبعا عانت هذه المنطقة فترة من الزمن ولمدة تقريبا 3 سنوات أو أكثر، ولا زالت تعاني من القذائف طبعا العشوائية، واللي دمرت كثير من المساكن وحطمت كثير من البيوت وشردت كثير من الأسر. فأنا ما أقول لا، أقول على ربي وإنه شرحمنا من عنده. فقدتك وبنتي وفقدتك وابني وكل ما املك. ودينا واحد شهيد استشهد بعد ما خرج من المستشفى، وهذاك استشهد. البنت سارة عدير لا يعلم بنا الا الله تعالى. لا ادرك من اكافح لقمتي او اكافح المرض. عدم وجود الإغاثات وعدم وصول المؤسسات والمبادرات والمنظمات الإنسانية لإغاثة الناس هنا المظلومين المكوبين، وطبعا البعض بقى في هذه المنطقة لا حوله ولا قوة سوى أنه ظل في هذه المنطقة لعدم قدرته على النزوح أو الخروج من هذه المنطقة. طبعا ظل في بيته وعانى الأمرين، عانى الجوع، عانى الفقر، عانى القذائف والخوف والتشريد والإرهاب الذي ألقتها ميليشيات الحوثي من قذائف وحمم على رؤوس الساكنين الأبرياء الذين ظلوا في هذه المنطقة الشامخة، صبروا وعانوا وثبتوا، وإلى الآن لا زالت طبعا القذائف تتوالى من أكثر من مكان. ضرب عليكم بالليل؟ ضرب علينا بالليل، وزارت يوم بالنهار، زارت يوم بالنهار وزارت يوم بالليل، ما أنا وي ولا نهجر، زارت ليلة معنا مرض، نجلس المرض ونجلس نشقل على قلب أنش سرحان القذائف. لقين قلبنا ساعة ندخل الحمام، ساعة ندخل المطبخ بالبداري، وعملنا متارس جوانينيس. الأسر التي بقت لعدم قدرتها على الخروج او ان تحتمي باي مكان او تنزح الى اي مكان اخر ظلت في هذه الحاره، طبعا ليس لها قدره، والبعض ليس لهم عائل، والبعض طبعا لا يجد
ما يغطون بها رؤوسهم، ظلت طبعا بعض الأسر من كثرة الحمم الذي تنزل على رؤوس الساكنين في هذه المنطقة، أنه بعض الأسر اتخذت متارس واتخذت يعني حجار غطت على الشبابيك سواء بأكياس تراب أو أكياس، أو أخذت كتل من الحجار لتغطي على إيش؟ على الشبابيك، طبعا حفاظا على سلامة أرواح الأبناء وكذلك أرواح الساكنين. فأنا حالتي لا أتحمل، احنا نعاني لنا سنتين، واحنا سنة من 2016 وانا اعاني بعد الطفله هذه، اجري من مكان الى اخر، والاصابه دي يعني هذه الاصابه دي تضاعف اصابتي تضاعف وادى الى تكسر، لانه الان توسع الكسر الى 27 ملي. طبعا هنادي لم تصب بقناه، يعني اقصد بقذيفه أوزار ولا دبابة ولا شيء، ولكن هي أصيبت بطلق الناس من الزنوج إلى جوار أبيها طبعا، وطبعا يتعمدوا كأنه كذا في تعمد بأنه قصف الأطفال، ولكن الأب طبعا جالس وكثير من أبناء الحارة مستظلين تحت شجرة وجالسين، وكان الطفل هنادي جوار أبيها طبعا، فأتت القنص الحمد لله عز وجل، يعني كتب الله يعني بقاء الطفلة إنه أصيبت بها، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها. ما فيش حاجة إلا في بيت تقارير، هذا التقرير الأخير اللي حق المستشفى، وهذا التقارير الأولى اللي حق الروضة، هو التقارير حق الروضة، معي قمعي كرتون أوراق، أرفع أدي ملفات إلى كل مكان حتى أقول للرعاية أدوك لكل مكان، ولا توصل كل أي حل، ما أبغى أشكي حالي إلى الله تعالى بس. كل هذه الخسائر تلقتها أسرة واحدة تعيش كل هذه الآلام، خسرت منزل عائلها بسبب قذائف ميليشيا الحوثي، وخسرت صحة طفلتها بسبب قناص حوثي، وخسرت حياة أحد أبنائها أيضا. وبينما تتعرض لانتهاكات جماعة الحوثيين قصفا وقنصا وتدميرا، فإنها تتعرض في الوقت نفسه لانتهاكات من قبل السلطات الشرعية، متمثلة بإهمال جراح طفلتها وتوقف علاجها وحرمان الأسرة من المساعدة الكافية لتعويض خسائرها وجبر ضررها، على الأقل إغاثة ومساعدة طبية لحين انتهاء الحرب وإعادة الإعمار. مشاهدينا الكرام، قصة الطفلة هديل ووضع المدنيين في جبل جرة موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي علي الصلاحي، سيكون معنا من مدينة تعز بعد هذا الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز الناشط الحقوقي علي الصلاحي. مرحبا بك سيد علي. مرحبا فيك أخي الكريم. تابعنا قبل قليل قصة الطفلة هديل قاسم التي قنصت في جبل جرة، أنت ناشط مطلع على هذه الحالة من خلال مشاهدتك واطلاعك على المعلومات، هل كانت هذه الطفلة موجودة في منطقة خطرة، منطقة عمليات عسكرية؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشكر قناه بلقيس المجاهده المناضله الثوريه التي تفتح مثل هذه المواضيع المهمه، وتفتح وتطلع الجمهور على المعاناه. شكرا جزيلا لك، هذا واجبنا سيد علي. شعبنا الطفلة طبعا تصريح الاسم اسمها هنادي وليس هديل، الطفل اسمها هنادي قاسم مرشد. هنادي. اي نعم هنادي.
هذه الطفلات طبعا سبق وان استشهد اخوها كذلك في جبل جره. هذه الطفله كغيرها طبعا كانوا قد نزحوا بعيدا عن الجبل وعن ميدان المعركه، لكن المعاناه التي يعانيها الكثير من السكان من خلال يعني عدم وجود الاموال لاستطاعتهم استئجار اماكن بعيده نعم او امنه، مما اضطرتهم الى العوده الى بيتهم. واثناء خروج الطفله تقول لامها او للبيت اذا بمجرم من مجرمي الانقلابيين، يعني هؤلاء الذين لا يفرقون بين مقاتل وغير مقاتل، لا يفرقون بين طفل وامرأة وشيخ وعجوز وغيره، وجه لها من قناصه طلقة استقرت في نخاعها الشوكي وهي إلى الآن يعني مشلولة. يعني هذه فعلا طبعا ضربت بيتهم وقصفت و نعم شاهدنا التفاصيل في الفيلم. لكن هل المنطقة التي تم قنص الطفلة فيها تعتبر منطقة تم الإعلان عنها كمنطقة خطرة أو منطقة عمليات عسكرية، بمعنى أن هؤلاء المدنيين يعني عرضوا أنفسهم هم للخطر بالذهاب إلى منطقة تم إعلانها كمنطقة عسكرية، أم أنها في الأساس منطقة مدنية ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل السلطات المدينة في تعز أو حتى إعلانها من قبل الإنقلابيين كمنطقة عسكرية؟ يا أخي الكريم، أولا من حيث المنطقة الإنقلابيون لا يفرقون بين منطقة مدنية أو منطقة عسكرية. نعم. يعني أنا من خلال تواجدي في هذه المنطقة يعني نجد القذائف التي كانت بعض الأوقات تتعمد إصابة المدنيين لإيقاع خسائر أكثر وخسائر أكبر، وكان الهدف خسائر آخر. وهم يتعمدون يعني إصابة هذه المناطق وضربها، بل بلغت فيهم يعني حد الإجرام إلى أنهم كما قلت لا يميزون بين مقاتل وغير مقاتل، بين امرأة وبين طفل وبين، بل حتى الحيوانات لم تسلم منهم، وكأنهم فقط يعني أي شيء يرونه يتحرك أن يضربونه دون تمييز. لكن بالنسبة للسلطات المحلية يا أخي، السلطات المحلية الأبناء تعز يقاتلون بمجهودهم الشخصي، إلى الآن لا وجود لأي دعم للأسف الشديد. نعم. الدعم الذي يأتي من الجهات سواء من جهة التحالف أو من غيره إلى هذه اللحظة للأسف الشديد، وأنا أقول للأسف الشديد، يصل إلى بعض الحركات الجماعات المتطرفة، الجماعات والحركات التي تعادي المقاتلين الذين يتبعون الشرعية. نعم. إذن سيد علي، في ظل هذا الانكشاف للمدنيين في مدينة تعز وعدم حصولهم على أي حماية أو رعاية لا من السلطات ولا من مراعاة أيضا الأطراف أو الإنقلابيين في الطرف الآخر، سكان منطقة جبل جرة تحديدا كيف يعيشون؟ هذا السؤال أجد صعوبة كبيرة الحقيقة في الإجابة عليه. سكان جبل جرة قسم كبير منهم إلى الآن لم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم وإلى مساكنهم. نعم. لم يستطيعوا العودة، وربما البعض منهم ساكن عند يعني أهله. تخيل معي البعض منهم حتى أصيب محله في المدينة. طبعا يا أخي الكريم، هناك قذائف الهاون لا تميز بين مكان ظاهر غير ظاهر، هذه رجمة الغيب، وهم كما قلت لك يقصفون حتى إلى داخل المدينة بيوت لا ترى بشكل واضح للعدو، وهم كذلك يضربونها ويقصفونها. تخيل معي في منطقة محصورة ضيقة جدا، هناك أكثر من 40 إلى 45 بيت هذه يعني أزيلت من الخارطة تماما، تقول كأن هناك دركتر أو كأن هناك آلية في يعني جبل جرة اجتثتها. نعم، اجتثت اجتثاث، هذا يعني مسحتها مسح من الخارطة تماما. نعم.
يعني إضافة إلى بعض البيوت التي أحرقت أساسها بما فيه يعني من 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 فرش وأدوات كهرباء إلكترونية جراء القصف، يعني جراء القصف نعم. والعدو طبعا من أجل منزل يعني يهلل ويصيح ويفرح ويقول بأننا أحرقنا مخزن سلاح، لا مخزن سلاح، جبل جرة كان موقع عبائي، ليس هناك موقع عسكري، اللهم أنه موقع مرتفع تسابق عليه الشرعية مع الشرعية بالأصح من المقاومين من أبناء محافظة تعز وبين الانقلابيين. نعم، إذن يعني مصيبة حي جبل جرة هو أنه مكان مرتفع ويمثل أيضا يعني مطمعا استراتيجيا للمقاومة وكذلك للحوثيين. صحيح، بالنسبة لجبل جرة هذا الموقع الوحيد، أقول الموقع الوحيد الذي إلى الآن لم يستطع بيون الوصول إليه إطلاقا ولن يستطيعوا. هذا الموقع الذي كبد، لكنه ظل هدفا كما هو واضح من خلال ما شاهدنا ومن خلال حديثك، لكنه ما يزال حتى هذه اللحظة يعني يتعرض مدنيون وسكانه يتعرضون للقصف المستمر. نعم. وللضرب المستمر، وهناك مناطق حتى يعني المقاومين منعوا المواطنين من التواجد فيه لخطورة يعني الوضع عليهم. نعم. لكن كما قلت أخي الكريم، غياب الإغاثة، غياب وجود مخيمات لاستقبال النازحين. نعم. وجود هل لديكم إحصائية بضحايا هذا الحي، سواء ضحايا القنص أو القذف، يعني القذائف العشوائية، القصف في عموم المنطقة، هل هناك من إحصائية تحدد أعداد الضحايا؟ هو تقريبا هناك ما يزيد عن 100 الى 100، يعني 100 الى 130 او 125 شهيد من الشهداء في هذا الحي فقط. 130 شهيد تقريبا، في بل يعني طبعا حتى من ضمن الذين وفدوا الى المكان للدفاع. نعم. كما يقارب تقريبا من 700 إلى 650 من الذين أصيبوا ولا زالوا إلى الآن بعضهم. هناك الكثير من الجرحى، هناك من الأطفال، هذه صورة الطفلة، يعني هذه الأسرة فقدت منزلها، فقدت أحد أبنائها، فقدت هذه الطفلة البريئة بهذا السن الصغير. يعني العدو جل هؤلاء الضحايا من المدنيين أم كلهم مدنيون؟ يعني كلهم، الأغلبية العظمى هم من المدنيين، يعني نعم هم من المدنيين، الغالبية كبيرة هم من المدنيين. يا الإنقلابيون لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى المقاتلين، لأن المقاتل احتياطاته في عملية القتال. نعم. لكن من خلال التمترس أو من خلال الاختفاء أو من خلال القنص وضع المتعشة، لكن هم كما قلت يقصفون. تصور إذا رأوا أطفال أو إذا يعني يلعبون كرة كذا في الجو هذا، أو يتفاجأ بالقذائف المكان، وكأنهم لا يريدون لأي طفل أن يفرح لأي أسرة. إذا سمعوا عن عرس كلام ضربوا المكان، يعني هؤلاء يمين ينتقم. ما هي دوافع الميليشيا لهذه الجرائم المتعاقبة والمتكررة طيلة 3 سنوات والمشهودة والموثقة أيضا؟ ما هي دوافعهم يا أخي الكريم؟ هناك بعض الأوقات الحقيقة حتى العقل البشري يعني لا يصدق، لولا أننا بعض الوقت كنا نسمع بعض، لأنه كانوا بعضهم يعني الأماكن المتقاتلة كانوا إذا وقعت لهم ضربة من المقاومين من المقاومة صدوهم، أسقط لهم قتلى ضحايا من الانقلابيين، كانوا ينتقمون من المدنيين. كانوا ينتقمون، هدفهم بذلك يقول لك نريد أن نوجد ثورة غضب عارمة على المقاومين، يتصور أنهم بضربهم وقتلهم للمدنيين يعني وانتقام من الحاضنة الاجتماعية للمقاومة. أيوة، يريدون أن يفقدوا الحاضنة الشعبية للمقاومة، وهم بذلك
يعني للاسف هم لم يستطيعوا فعل ذلك. يعني الحاضره الشعبيه ازدادت يعني تلاعما مع المقاومين بسبب تلك. ما مدى تاثر سكان هذه المنطقه يعني حالهم اقتصاديا؟ كيف تاثروا بظروف الحرب والحصار على هذا الحي والحرب التي تشهدها البلاد بشكل عام؟ ماذا تريدين ان اقول لك اي تاثير اذا كان المواطن الى هذه اللحظه يعني ان كان موظفا لا يستلم راتبه او بشكل يعني مستمر او بشكل شهري، اذا كان منزله قد تم احراقه بما فيه من اثاث وادوات، اذا كان مصدر رزقه يعني قد تم يعني قصفه، اذا لا وجود لعمليه المساعده او الاغاثه سواء كانت من السلطات سواء كانت من السلطات الشرعيه كان من المنظمات الاغاثيه. يعني مدينة تعز يا أخي الكريم نكبت نكبة غير عادية. تخيل أن يعني مسؤولا كبيرا في هذه المحافظة يعني كانوا مسؤولين عن الإغاثة أو جهة كانت مسؤولة عن الإغاثة يعني تعلن أن هناك أكثر من 671 ألف سلة غذائية. هذا ما كنت سأسألك عنه لكنك استبقت بالإجابة، أقصد موضوع الإغاثة ومدى حرمان سكان هذا الحي تحديدا في اطار يعني ما يتعرض له سكان المدينه، لكن يبدو ان الوضع السفري على المؤسسات لن تجرؤ الوصول الى المكان او المؤسسات الحقوقيه الوصول الى المكان لانها ما تزال اماكن قتاليه. ولهذا الناس اذا هناك سبب اضافي ايضا لعرقله وصول المواد الاغاثه او المساعدات الى المنطقه بسبب خطورتها. نعم هذا كان له دور كبير جدا في عدم وصول المؤسسات الإغاثية أو الجهات الإغاثية إلى المتضررين في هذه المناطق. نعم. ما مدى اهتمام الناس بتوثيق قضاياهم وهذا هو الحال كما تصف، تسجيل بلاغات بما يتعرضون له، وأين يمكنهم أن يقوموا بهذا التسجيل؟ أنا الجهات الحقوقية الحقيقة كان لها دور غير عادي في تسجيل قضائها وفي توثيقها. مكتب موجود في المدينه يراسه السعيد الذيب وهو حامي ورجل نشط جدا ومن الفضلاء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم. لو مؤسسه تهتم بهذا الجانب وتسجل الأضرار سواء الجرحى أو الشهداء أو الذين تعرضوا للأضرار. نعم. لكن إلى الآن ليس هناك أي لفتة لا من قبل التحالف لا من قبل المسؤولين لا من قبل الشرعية ومؤسستها الرسمية في تخفيف المعاناة عن هؤلاء الناس في هذه المناطق. لا كما قلنا من حيث الإغاثية المواد الإغاثية. لا بماذا يمكن تبرير هذا الإهمال إذا ما يعني تطرقنا لذات الأمر بالنسبة للحوثيين لماذا يستهدفون المدنيين؟ لماذا أيضا السلطات الشرعية تهمل هذه المناطق والمدينة بشكل عام؟ يا أخي إذا كنا إلى الآن نحن في العام الرابع من المواجهات مع الإنقلابيين. لم تصل للمقاتلين رغم وجود الجيش الوطني ورغم تضحيات ورغم أنه جيش وطني. نتحدث سيد علي نتحدث عن مسألة جهود الإغاثة وحماية المدنيين وليس عن المقاتلين والدعم. أيوة أنا أقصد ودعم الجبهات. إلى الآن لم يمدوهم بالأشياء الضرورية في الأشياء القتالية، فما بالك المواد الإغاثية. المواد الإغاثية يا أخي الكريم هناك لوبي يتحكم يعني بالمواد الإغاثية ويعني وعدم يعني. هل تشير الى عمليات فساد تكتنف هذا الملف؟ انا قلت لك قبل قليل بان لما اعلن صندوق الملك سلمان بانه لمحافظة تعز هذا العام الماضي ان محافظة تعز يعني نالت 871 الف سلة، اذا بوكيل محافظة تعز رشاد لك علي يعلن انه الذي وصل الى المدينة 200 الف سلة، يعني 671 الف سلة غذائية كانت يمكن ان تغطي الكثير من حاجة الناس
ذهبت أدراج الرياح؟ لمن؟ مع من؟ من أخذها؟ أين المسؤولون؟ لما لم يحققوا؟ لم يفتحوا مجال تحقيق إطلاقا؟ هذه غطيت عليها وهذه من جهة واحدة فقط. نعم. هل لكم الرسالة؟ هل لكم الرسالة تريدون توجيهها في هذه الفرصة؟ رسالتنا هي رسالتنا هي لقوة اللي هي للمؤسسة لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي للحكومة لفتة لمدينة للمواطني مدينة تعز للناس الصابرين للناس الذين ضحوا وبذلوا وابتهدوا ودعموا ولا الذين لم يلتفت لهم أحد. يعني هؤلاء الناس في أمس الحاجة ضربت بيوتهم هدمت منازلهم إلى الآن رواتب الكثير من الجهات ما تزال يعني معلقة ولم تصل إليهم تأتيهم شهر وعدة أشهر لا تأتيهم. إعادة النظر في المؤسسات الإغاثية نقصد اللجنة الإغاثية أو اللجنة الإغاثية السفلى هذه الفرعية لجنة الإغاثة الفرعية اللجنة الفرعية الإغاثة هذه اللجنة أثبتت خلال المرحلة السابقة في مدى أنهم عبارة عن لوبي من لوبيات الفساد واللطش يعني وأخذ يعني والاسترزاق لم تصل إلى الناس شيء. المؤسسات المبادرة الحقيقة هناك مبادرة رائعة مؤسسة خطوات مؤسسة مسارات يعني التي تقودها الأخت خديجة داود الأخت أحلام الأخت جبحاني الأخت أنيسة اليوسفي الأخ فؤاد راد الحقيقة كلها مبادرات فردية في النهاية. أيوة مبادرة الأخت كل كرمان حفظها الله هذه المؤسسات وجدنا لها أثر داخل المحدودية إلا لها وجود غير قوي ومؤثر وتصل إلى هؤلاء الناس أولا بأول. نعم الناشط الحقوقي علي الصلاحي كنت معنا من مدينة تعز شكرا جزيلا لك لكل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلة الجريحة هنادي قاسم مرشد وأسرتها المنكوبة تم الرصد في أمان الله. Thank you.